سواء انت ومعلومة. عشر فوائد للجزر. الجزر هو أحد الخضروات الجذرية المعروفة والتي تتم زراعتها في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الصين الدولة الرئيسية في إنتاج الجزر في العالم. ويوجد الجزر بعدة ألوان، حيث يوجد الجزر الأصفر، كما يوجد جزر أحمر وجزر أبيض، ولكن الجزر البرتقالي المشهور حالياً احتل تقريباً مكان استهلاك جميع أنواع الجزر السابقة، هذا على الرغم من استمرار بعض هذه الأنواع في بعض المناطق. وقد ارتفع استهلاك الجزر في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ما عرف عنه من فوائد صحية متعددة. يعتبر الجزر مصدراً غنياً بالمركبات النباتية ذات الفوائد الصحية، مثل المركبات الفينولية والمركبات متعددة الأسيتيلين والكاروتينات، وهو غني بالبيتا كاروتين والفيتامين جي والفيتامين ها، ولذلك فهو يعتبر غذاء محمل بالفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد للألياف الغذائية. ولجميع هذه الأسباب يعتبر الجزر غذاء وظيفيا. وفيما يلي الفوائد الصحية للجزر: يقوي العظام والمفاصل والعضلات لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يحقق الامتصاص الأفضل لعنصر الكالسيوم في الجسم. يقوي بنية الجسم ويضمن النمو السليم له كونه غنيا بالعناصر البروتينية الهامة. يضبط مستوى ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأملاح القلوية الهامة على رأسها البوتاسيوم. يعد مثاليا للحصول على بشرة نضرة وخالية من المشاكل كونه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة لهذا الشأن، على رأسها فيتامين ألف الذي يقاوم البقع والندوب ويزيل كافة التصبغات عن البشرة، وخاصة تلك الناتجة عن أشعة الشمس. يحسن الحالة المزاجية ويقي من الاكتئاب، وذلك بفضل مذاقه اللذيذ. يساهم في تقوية النظر لاحتوائه على مركب الكاروتين الهام. يسهل عمل الجهاز الهضمي ويمنع الإصابة بمشكلاته المختلفة بما في ذلك الإمساك، حيث يزيد من ليونة الأمعاء ويعالج مشاكل المعدة. يعد من أقوى المضادات الطبيعية للأكسدة، ويمنع بالتالي الإصابة بمرض السرطان بأشكاله المختلفة. يضبط مستوى السكر في الدم في حال تم تناوله بكميات مناسبة، مما يجعله مناسباً لمرضى السكري بأنواعه. ينقي الكبد من السموم ويمنع الإصابة بأمراضه المختلفة، كما يزيد من العصارة الصفراء الهامة جداً. يعتبر تناول الجزر آمناً عندما يتم تناوله بالكميات الاعتيادية، ولكن استهلاكه بكميات كبيرة يمكن أن يسبب إصفراراً في الجلد، كما أن استهلاك عصيره بكميات كبيرة يمكن أن يسبب تسوس الأسنان. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.